ما دام انك دخلت هذا المقطع، انت ممكن تعاني من قلة انتاجية في شغلك او مشاريعك. لما اقول تنتج مو يعني تشتغل 12 ساعة في اليوم، في بعض الناس تشتغل 3 او 4 ساعات في اليوم وتنتج اكثر. يمكن في بعض منكم بيقول هذا شفي يألف من كيسة، اكيد اللي يشتغل 12 ساعة بينتج اكثر. بس الفكرة هي مو بكم من ساعة تشتغل، هي كم من ساعة تركز في شغلك. للأسف في هذه الايام صعب جدا نركز في شغلنا بسبب كثرة المشتتات. يمكن انت فاتح كتابك لست ساعات، بس اغلب الوقت تكون على تلفونك، والمشكلة بعدها تخدع نفسك وتقول انا استاهل استراحة لاني درست لست ساعات. بس الحين كيف نركز في شغلنا وننتج اكثر في وقت اقل؟ هو قبل كل هذا لازم تعرف شو تريد بالضبط، وبعدها تحاول تعرف شو تحتاج عشان تحصل اللي تريده. مثلا انا مطور العاب واريد اطور لعبة في بالي، عشان اطورها لازم اصمم وابرمج واضيف محتوى على اللعبة. والحين اذا عرفت شو تسوي بيجيك حافز انك تشتغل لين ما تحقق الشيء اللي تريده. اوكي بتقولي الحين يا ريت لو يجيني التحفيز بهذه البساطة، بس السؤال هنا هل لازم تكون متحفز عشان تبدأ شغل؟ والجواب هو أكيد لا. بس كيف الحين تبدأ تشتغل من دون ما تكون متحفز؟ خلينا نقول أنت رسام، تحتاج أنك ترسم أكثر عشان تطور من مهاراتك، بس أنت كسلان شوي عشان تريد تكمل ون بيس. ما أقدر ألومك الصراحة، بس أفضل طريقة أنك تضمن تبدأ رسم هي أنك تخلي عادة الرسم سهلة عشان لا تتكاسل وتوقف تتابع 20 حلقة في اليوم. يعني قبل ما تبدأ تتابع مسلسلك جهز دفتر الرسم، أو لو أنت ترسم في جهازك خلي برنامج الرسم مفتوح بحيث أنك تقدر بسهولة تأخذ الدفتر اللي قدامك وتبدأ رسم. بس أنت حاليا كسول بزيادة وما تريد تمد إيدك، أو أنت في حلقة حماسية، فاللي تقدر تسويه أنك تخدع نفسك. قولي نفسك أنك راح ترسم لدقيقة بس، شيء سهل صح؟ تقدر تسويه. فأنت بديت ترسم وخلصت الدقيقة، شو بتسوي الحينة؟ كمل رسم. لأن يا عزيزي المتابع هو شيء صعب جدا أنك تنتقل من عادة لعادة ثانية، واللي أنت سويته بخدع نفسك ببساطة وسهل جدا أنك تكمل العادة اللي أنت بديتها. بس طبعا مو تسويه في نفس المكان اللي تابع فيه مسلسلك، يعني مو في سريرك، روح لمكان ثاني مثلا في مكتبك أو في الصالة، أو هذه الحركة ما بتشتغل. لكن تريد تضمن أكثر تبدأ رسم، خلي عادة متابعة المسلسلات صعبة. يعني باختصار قبل ما تنام طلع سلك الشاشة وخبر أخوك الصغير يخبيه، أو مثلا سكر النت، فلما بيجي يوم اللي بعده ما بيكون عندك شيء غير أنك تبدأ ترسم. بس الحين كيف بتنتج أكثر؟ لأن يمكن مرات أنت كذا قاعد قدام الشاشة مسوي فيها تشتغل وأنت أصلا مو قاعد تسوي شيء. فيفضل الحين تضيف مكافأة خفيفة، مثلا بكرة عليك امتحان ولازم تدرس 20 صفحة، خلي معاك كذا حلويات، أو لو تريد شيء صحي مكسرات، بعد كل صفحتين تدرسهم خذ حبة حلاوة. أو تقدر تبدل المكافأة بأنك تشوف حلقة من مسلسلك بعد ما تدرس 5 صفحات، فبتلاحظ الحين أنك تستغل كل ثانية وما تضيع وقت عشان تحصل مكافأتك بأسرع وقت ممكن. وفي النهاية لما تشوف عدد الحلويات اللي كليتهم بيعطيك دليل أنك درست على كل حبة صفحتين، فبتحس بشعور جميل. بس الحين كيف تركز في شغلك تركيز تام؟ وهل هو فعلا بيساعدنا ننتج أكثر؟ التركيز بيساعدك أنك تشتغل بعمق، بيخليك تشتغل لدرجة أنك ما تحس بالوقت. استخدم مخك بأقصى طاقته وما تفكر بأي شيء ثاني غير بشغلك، وما تحس اللي حوالينك. بس لا تتوقع انك بتحقق التركيز التام اول ما تبدأ تشتغل. انك تحقق التركيز التام شيء بسيط جدا بس مو بسهل. هو نفس لما بتجي تنام، ما تقدر تجبر نفسك وتقول نام وتنام، هو تحتاج وقت وشوي وشوي وتبدأ تنام، مع وقت اكثر بتنام بعمق اكثر. وهو نفس الشيء لما تجي تشتغل، ما تفكر بشيء الا ان عندك شغل مهم لازم تسويه، لان عندك هدف معين لازم تحققه. وانت قاعد تشتغل ما في مشتتات حوالينك، لان اشعار بسيط من تلفونك ممكن يخرب عليك ويخليك تعيد من البداية. فانت لازم تخلي مكان مخصص للشغل عشان تحقق التركيز التام، او على الاقل تخلي تلفونك في وضع الطيران، وابعد كل المشتتات اللي حوالينك. ولو تقولي كيف التركيز التام بيخلني انتج اكثر في شغلي، ما بتقدر تعرف لين ما تجربه، بس صدقني لما تكون مركز في شغلك بتحس بشعور فنان. بس نحن نتكلم عن التركيز التام بيخليك توصل اقصى امكانياتك، لانك تستخدم اغلب مخك على مهام لازم تخلصها. وبعد ما تخلص شغلك بتلاحظ انك انجزت اكثر من الاوقات العاديه. لكن بعد التركيز في شغلك وكل هذا ما منه فايده الا لو خليته عاده في حياتك، لانك انت اصلا تشتغل وتدرس عشان توصل لهدف معين، فلازم تخليه جزء من حياتك. لأن مع الوقت بتلاحظ أنك قاعد تتطور كل يوم وما بقى شيء لين ما تحقق هدفك. بس الحين كيف بتقدر تبني عادة جديدة؟ خلينا نفترض انك تريد تكون انسان صحي اكثر، فتخطط تروح للجيم، عندك جدول والتزمت فيه لأسبوعين والامور تمشي بشكل ممتاز.
بس بعد فترة قصيرة بتلاحظ ان ما لك نفس تروح للجيم مرة ثانية، لان كل هذا الوقت كنت تجبر نفسك انك تروح للجيم عشان تكون صحي، وهذه أسوأ طريقة تبني فيها عادة جديدة. المفروض اللي تسويه انك تغير نفسك، تغير هويتك. انت ما تروح للجيم عشان تكون صحي، انت تروح للجيم لانك انت انسان صحي. فهمتوا كيف؟ والله ما ادري الصراحة لو فهمتوا، بس باختصار لو تغير نفسك راح تغير حياتك. المهم هذا كان كل شيء، اكتبوا لي في الكومنتات لو عجبكم المقطع، وبس لا تقصر معي باللايك والاشتراك، وسلام.